هذه النشرة برعاية ليبا بريد اس مابلر. أهلا بكم إلى أخبار الكومبس. محكمة سويدية في مدينة لونشوبينغ تدين امرأة تبلغ من العمر 50 عاما بتهمة بث الكراهية وممارسة العنصرية ضد المسلمين من خلال تعليق لها في الفيسبوك، ووصفت المرأة المسلمين بأنهم مثيرين للإشمئزاز بحسب تقرير للشرطة. المحكمة حكمت عليها فقط بدفع غرامة مالية قدرها 3600 كرون سويدي. وكالة الأنباء السويدية تنشر اليوم تقريرا عن وضع اللاجئين المراهقين القادمين من دول المغرب العربي إلى السويد، حيث يعيش في هذه البلاد ما بين 500 إلى 800 من المراهقين القادمين من بلدان المغرب العربي وخصوصا من المملكة المغربية وشمال إفريقيا، ويعيش العديد منهم في ظروف صعبة في عالم الجريمة بسبب وجودهم غير القانوني في السويد وعدم حصولهم على الإقامات. وبحسب التقرير فإن أقل من 5% من هذه الفئة يحصلون على المساعدة، ورغم معرفتهم بأنهم لن يتلقون إقامة اللجوء في السويد إلا أن المزيد من المراهقين في المغرب العربي يتطلعون للوصول إلى السويد لأنها أول دولة على قائمة أمنياتهم حسب تعبير الوكالة. طبعا الشرطة والمؤسسات الاجتماعية في البلاد لا تملك أرقاما دقيقة حول عدد هؤلاء المراهقين. التقرير أوضح أيضا أن الكثير منهم يأتون إلى السويد بمفردهم دون أن يكون معهم أحد من أولياء أمورهم. بالرغم من أنها أقل الدول انتشارا للفساد، إلا أن الفرع السويدي لمنظمة الشفافية الدولية يدعو الحكومة السويدية إلى وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد، وذلك في عقاب سلسلة من الفضائح البارزة طالت مسؤولين ومدراء وموظفين حتى في القطاع العام. رئيسة الفرع السويدي للمنظمة أولا أندرن قالت في حديث لراديو السويد إن فضائح الفساد التي تشمل شركات كبيرة مثل شركة اتصالات تيليا قد انتشرت أيضا إلى سياسيين وناس عاملين في المجالس البلدية، أو المقصود موظفين عاملين في المجالس البلدية. وأضافت أن السويد تحتاج إلى خطة وطنية لمكافحة الفساد لأن نسبة الفساد لم تقل بالدرجة المطلوبة، ومن شأن هذه الخطة أن تحلل مخاطر الفساد في مختلف قطاعات المجتمع وتقترح تدابير يجب اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة. شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية ساس تقول إنها حققت أرباحاً بلغت حوالي 1,700,000,000 كرون حتى نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي، وتزيد الأرباح التي حققتها الشركة عن ذات الفترة من العام الماضي والتي كانت عندها حدود 1,400,000,000 كرون. الشركة وفي بيان رسمي قالت إن إيراداتها ارتفعت من 39.5 مليار كرون إلى 42.5 مليار، وتوقعت الشركة أرباح تتراوح بين 1.5 مليار كرون في العام القادم. تعتبر مشكلة نقص عدد المترجمين تحد كبير للحكومة السويدية التي تسعى حاليا لتقديم حزمة متكاملة لحل هذه المشكلة، ومن بين مجموعة الحلول التي تعتزم الحكومة طرحها هي زيادة الاعتماد على الموظفين متعددي اللغات الذين يعملون في المؤسسات الحكومية من أجل العمل أيضا كمترجمين شفويين حسب الحاجة. وبحسب التقرير الذي أعادته وكالة الأنباء السويدية فإن التكنولوجيا الحديثة قد نجحت بالفعل في إيجاد ظروف أفضل لحل مشكلة نقص المترجمين لا سيما في القطاع الصحي، لكنها لا تزال غير كافية. على الرغم من انخفاض عدد طالبي اللجوء منذ العام 2015، لكن الحاجة إلى المترجمين الشفويين لا تزال مرتفعة في البلاد. أخيرا مشاهدينا، مجلس مصلحة الهجرة السويدية يقرر إيقاف إرسال الوافدين الجدد من طالبي اللجوء إلى كامبن تم استئجاره من قبل مصلحة الهجرة قبل فترة في مزرعة ريستار بمنطقة فينسبوري جراء عدم توفر شروط العيش المناسبة فيه. القناة الرابعة في راديو السويد نقلت عن هانز فايرلين المسؤول في مصلحة الهجرة قوله إنه بعد الزيارة التي قام بها إلى الكامب فإنه لا ينبغي للناس العيش هناك في ظل الظروف السائدة،
منتقدا إرسال الهجرة طالبي اللجوء والقادمين الجدد إلى هناك رغم الأوضاع التي تحيط بتلك المزرعة. طبعا الكامب يعاني من مشاكل تتعلق بجدرانه فضلا عن انتشار كبير للقمامة حوله. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ليبا براد، اس سي موبلر.